يعني فوق النص تجي مدرسة الدرس اللي تقول اكو مادة ويقولون امتحان نص ساعة من 100 ويحددون لنا رسالة وهذا، وتجي المدرسة تقول والله إذا ما تكتبون جواب نموذجي أنا هرسكم وخليكم تعيدون سنة وإحنا خامس وعلى باب سادس. ملف التعليم في العراق يعد من الملفات المهمة والحساسة وواحد من أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع احتجاجات تشرين. فلا بنى تحتية للمدارس إضافة إلى الاكتظاظ والدوام الثنائي والثلاثي وملف المدارس المهدمة وغيرها. طلاب محافظة بابل خرجوا ومنذ الوهلة الأولى مطالبين ببيئة تعليمية تتناسب مع ما يطمحون إليه، إلا أنهم تفاجأوا بتحديد وزارة التربية امتحانات الفصل الأول دون إعادة شرح المواد للطلاب المشاركين بالاحتجاجات. أكو خلل بالتدريس، خلل كامل بالتدريس وكافة الوزارات كلها. احنا دورة طلابية طالعين نريد نشوف هالشيء يخدم الوطن ويخدم هاي العالم، لأن كلها شباب أصحاب شهادات قاعدة وقاعدين، شنو ذنبهم هاي الطلاب؟ مظاهرات سلمية، احنا لا حرقنا ولا قتلنا ولا ضربنا ولا سوينا شيء. صار لنا 3 أشهر على هاي الحالة. 3 أشهر وهاي الطلاب قدامك كلها زلة. واكو نص يدامون واكو نص ما يدامون، يعني شنو ذنب؟ احنا راح ندرس وراح نمتحن من 100 وشهر الثاني الامتحان. يعني احنا يعني نطالب بالتدخل السريع اصلا لهاي السالفة. واحنا داومت انا البارحة داومت يلا، واول ما داومت قلل الدروس وداخل فصلين من الامتحان وانا فصلين ما ماخذتهن وما قارية كل شيء، والرياضيات ماشيين بيه كل المواد ماشيين بيها. يعني شنو حتى إعادة شرح ماكو. طلاب بابل أقسموا على المضي باحتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم، مشيرين إلى أن قرار وزارة التربية والامتحانات لن تثنيهم عن المضي بمطالباتهم بوطن. سلميتنا إحنا باقية وحد ما يرجعونا الوطن، لأن كافي إحنا من البرد البارحة والمديرة عارضتنا وكليتنا كليتنا صحنا بصوت واحد إحنا السلمية ورح نبقى وإحنا ما نحرق حرق ولا أي شيء. إحنا كطالبة أريد إلي أصاف زين، رحلات زينة، كل شيء أريد زين بالمدرسة، ما عندنا أي شيء متوفر زين بالمدرسة. تربويون أجمعوا على أن هدم عدد من المدارس أدى إلى تفاقم ظاهرة الدوام المزدوج والثلاثي وسبب إرباكا في سير العملية التعليمية، في حين أكدت رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بابل إن قرابة 500 مدرسة من أصل 800 أصابها الشلل الكامل في مجال إنجازها وتأهيلها، وتحتاج إلى ما مقداره 127 مليار دينار لإتمام عملية البناء للمدارس الحكومية.